لحين تجهز الإعلامية غادة عبد الهادي بنرسل لها تحية من هنا طبعا حول الأكاذيب المضللة، وهي صراحة يعني إشانة سمعة وتشهير. خلونا ندي المعلومات أو السادة المشاهدين بعض من المعلومات. الناس اللي ما كان متابعين تغريدة في تويتر بتقول إنه غادة عبد الهادي أو كاتب هذه التغريدة المذيعة بتلفزيون السودان ذات أصول يهودية، وزاد كاتب البوست إن الموساد هي عميلة للموساد عبر في الإقليم عبر مؤسسات إعلامية وعربية، كونها بتتقلد عدد من المواقع من بين أمين عام اتحاد الإعلاميات العرب وأمين عام اتحاد المواقع الإلكترونية بجانب رئاستها للقطاع الثقافي بنادي الهلال السوداني، فضلا عن نشاطها في عدد من منظمات المجتمع السوداني. وكمان زاد كاتب البوست انه على المعلومات الخطيرة الكاذبة والمضللة والتلفيق، وتم إقحام غادة في خبر مشار إليه بإحلال الفريق عبد الرحيم دقلو بديلا لشقيقه الفريق أول محمد حمدان دقلو في قيادة الدعم السريع. سيبوا الناس في حالة، يعني ليه بتلفقوا؟ وإذا كان هي تقلل العدد من المناصب إحنا بنقول ما شاء الله يعني، وربنا إن شاء الله يزيدها ويزيدها. عموما غادة عبد الهادي اتصرفت تصرف صحيح جدا، وهي حركت بلاغات في جرائم المعلوماتية ضد هؤلاء المجهولين، وأكيد غادة حقك حيظهر يعني والحقيقة حتبان إن شاء الله. مساء الخير عليكي. مساء النور عليك هايلين وعلى كل متابعي قناة سودانية 24 وكل الزملاء. مساء نور، والقافلة تسير إن شاء الله. إن شاء الله أكيد القمة مستهدفة يا غادة، يعني هي فبركة فتوضيح منك للسادة المشاهدين. نعم. وما شرعتي به من إجراء رسمي طبعا وقانوني يضمن لك موقفك السليم، تفضلي. طيب حقيقة يعني هي إحنا شغالين في مجال العمل العام ده تعلمنا انه في كل صباح ما بنندهش، يعني لانه طالما الانسان بيؤدي في رساله هو مؤمن بها في مجتمعه وعنده الطموح بسبب طموحك وبتتعلم الكثير في كل صباح. يعني امر الشائعات ما فارقتنا كلنا، يمكن انت يا هايلين برضه كمذيعه او اعلاميه او كذا طالتك، وبيبقى الامر وين في انه في شائعات ممكن انت تتجاوزها وتمشي وكذا، لكن في زي التغريده في تويتر دي هي خطورتها اصلا ما في انه هذا اصول يهوديه وما الى ذلك. يعني قول انا جبت الامر ده باعتبار انه حاجه ممكن تكون ما مقبوله، لانه احنا كاسره سودانيه في شمال السودان معلومه يعني، لكن بيبقى مساله انه الموساد ومكلي في الاقليم هنا بيبقى في خواء. يعني انت نعم. انت ذاتك لما جيت يعني عملت المعلومه دي كان تعمل عقلك ذات عشان تكون مقبوله ومخدومه عند الاخرين. وانا فوجئت، انا اسرتي كلها خارج السودان، ففوجئت بانه اخوي الكبير متصل علي كثير جدا من الصباح. التغريده دي قبل ما تصل السودان انتشرت في جروبات السودانيين في الخارج، اخوي من لجان المقاومه في لندن وصديقنا كريم برضو، فلقوا انه في تداول رهيب ليها وبدوا هم يشتغلوا خط دفاع في الجروبات وكده باعتبارات انه الناس بتعرف الكيتم لكن ما بتعرف خلفياتك شنو. صحيح. فتحركت واتصلت بمولانا عبد المنعم مشكور وعملت اجراءاتي كامله، وان شاء الله في اطار يعني التقاضي ذاته يعني الناس، يعني انا محبه لمساله دعم الاخرين والايجابيه الكبيره الان لقيتها من زملاء من سياسيين من ناس في الوسط من ناس في الشارع من نعم. فاحمد الله كثيرا انه في الملمات بتلقى ديل احنا يعني ديل احنا السودانيين، ودي الخدمه اللي احنا بنقدمها وبنفتكر انه احنا يعني على جهد المقيل في المجال الاعلامي ولسه عندنا طموحنا الكبيره جدا ولسه احنا مقيدين ولسه احنا في يعني اندر فوكس واحنا في وش المدفع دائما في اي اتهامات وفي اي تفاصيل عندها علاقه بتقصير اخرين او بصوره بيحاولوا يصدروها عننا الاخرين. فانا احمد الله على النوايب والمصايب لانه دي ضريبه احنا بندفعها ودي ضريبه بكل رضا وبكل ثقة إحنا ماضيين في رسالتنا، وأكيد حقنا نقدر يعني بالطرق القانونية بغير ذلك الواحد بيقدر يعني يوصل الصورة زي ما هي، لكن يعني ربنا يشفي المرضى برضو، يعني في أمراض النفوس الرسول عليه الصلاة والسلام غسل منها. نعم. فنحن بشر يعني،
فانا يعني هايلين الناس كانوا مشفقين عليه في مساله انه الامر المره دي كبير جدا وعنده علاقه بمؤسسه زي مؤسسه الدعم السريع وبتفاصيل عندها علاقه مثلا ب مكانه بتاعت قياده لهذه المؤسسه. نعم. انه انا يعني انا انا كل المناصب اللي انا اتقلدتها بمجهودي، انا لي 15 سنه ويزيد في المجال الاعلامي. نعم. ومعروف عني يعني حركتي واجتهادي والحمد لله احمد الله كثيرا يعني. نعم. فوجودي في نادي الهلال لو بتسالوا الكثيرين، انا والدي اصلا كان عضو مجلس اداره واخوي الكبير لاعب الفاتح الريشه لاعب دولي في نادي الهلال، انا سماني النجر غاده، فالهلال في بيتنا. فلما كبرت كان عندي ولاء لهذا النادي، وجودي فيه اكثر من 10 سنين يعني. كل الانديه الرياضيه دي شاركت في حراك الثقافي، لكن نادي الهلال تحديدا اتقلدت فيه مناصب كثيره يمكن، وفي عهدي عدد من رؤساء الأندية. نعم. في عهد اللمين البرير كنت رئيس القطاع الثقافي، في عهد أشرف الكاردينال رئيس قطاع المرأة، وإن شاء الله انتخابات الهلال الجاية دي ناوية بإذن الله برضو أترشح فيها يعني بإذن الله كمستقيل بالتوفيق يعني. بالتوفيق لك إن شاء الله. الناس بتعرفك يا غادة، شكرا للتوضيح، ودائما القمم زي ما قلت لك هي مستهدفة. لكن رسالة أخيرة أنا برضو بوجه رسالة يا غادة، يعني للأسف إحنا ما استفدنا من التكنولوجيا بصورة جيدة، يعني دائما السوشيال ميديا إحنا بناخد منها سلبيات، خبر بيطلع بدل ما الناس تقف عليه وبتساهم في النشر، والجروبات بقت كثيرة زي ما أنت متابعة، ويا ريت لو الخبر منتشر زي ما هو رد، لا كل زول بيشيل من عنده ويزيد في الموضوع. فإحنا إدارتنا للسوشيال ميديا لازم تكون فيها نوع من الوعي شوية. الناس يعني بجد السوشيال ميديا بقت سلاح ذو حدين، لأنها غير الإشاعات بقت ما فيها. فرسالة صغيرة أنت بديتي بها، يمكن إنه الخبر جاكي من برا السودان، لاحظي كمية والسرعة في الانتشار. نعم، يعني أنا عايز أقول حاجة، إنه إحنا يعني مع احترامي لفئات وقطاعات كثير في الشعب السوداني، وحتى بالنسبة للناس المثقفين عندهم الوعي العالي ده يعني في مسألة إنه هم بيحكسهم بيعرفوا الشيء ده جيد ولا مفبرك ولا حقيقي ولا سيء. لكن المشكلة الكبيرة إنه الآن الإعلام الجديد، إحنا حتى الآن إحنا بنستخدمه في خطاب الكراهية ضد بعض يعني. إحنا ليه من بعد ثورة يعني ديسمبر حتى الآن ما قادرين كل القيم دي ننشرها؟ الآن أنت لو اتحركت في العوالم الافتراضية دي، يا هايلين تويتر ولا فيسبوك ولا حتى على مستوى الواتساب، بتلقي خطاب الكراهية هو السائد. ما في فصل في إنه الاغتيال المعنوي ده بقى ما الإنسان اللي ممكن يكون عندك تنافس مباشر معه، لكن آخرين يمكن بغير وعي برضو بيساهموا في مسألة اغتيال الشخصيات وإفراد المساحة الكبيرة ومساعدة من هم على مرض يعني، في انهم ينشروا رسالتهم دي وبيسوا سمومهم دي عبر الوسائط الاجتماعيه. واحده من مشاكلنا برضو، انا مع احترامي لكل الزملاء ولكل العاملين في المجال الاعلامي، الا انه احنا برضو بعيدين شديد، احنا عاجزين الان، حتى الان احنا عاجزين، حتى الان احنا ما قادرين نروج لمعاني التسامح والمحبه، ونكون عندنا دور كبير جدا في مساله الانتقال في البلد دي، لانه احنا برضو يعني حاصل لنا ضمور في التفكير تجاه انه انت صفحاتك دي ممكن تستخدم في انك انت تكون انت صاحب رساله، انت كاعلامي صاحب رساله. لكن برضو من المؤسف زي ما يعني انت اشرتي انه زملاء عزيزين وزملاء يعني في المجال روجوا للمساله بتاعت، بل في ناس اشتكوا بها، بنكمل بعض لكن يعني ما مع بعض. انا بتمنى بس انه يرتفع الوعي عندنا احنا كاعلاميين ونرتقي. نعم. الارتقاء مهم، والبلد اصلا ما ناقصه يعني، احنا كدين نتجاوز ذاته احنا الامر الشخصي. هل الان السودان الان بالوضع الفيه ده يعني يقبل انه مش اغتيال شخصيات؟ والان احنا ذاته في مرحله اللا دوله، فالناس انا بتمنى انه هي ذاتها تكون اول شيء حريصه على انه حقك ده تاخذه بالقانون، القضاء السوداني قضاء عادل وقضاء قادر يعني. لكن بتمنى انه احنا كاعلاميين نروج لرسائل المحبه اكثر من الرسائل السالبه والرسائل السوداء. ان شاء الله قبل ما يكون في سلام للبلد، بنطلب يا غاده يكون في سلام ما بين الناس، عندك سلام داخلي عشان تكون متصالح مع نفسك، عشان تقدر تكون شخص معطاء. شكرا جزيلا لك الاعلاميه غاده عبد الهادي، مذيعه التلفزيون القومي، ويعني ربنا يقويكي، القمم مستهدفه ودائما الناس في وش المدفع. شكرا يا غاده. الله يبارك فيك، شكرا هايلين، وشكرا كل الجروب يعني العامل في مساء اليوم في سودانية 24، وان شاء الله ربنا يعيننا كلنا علينا نقدم الرسالة الصادقة، رسالة الفضيلة والخير والجمال، الإعلام الأخضر يعني. شكرا جزيلا.